متابعين لايف وبيئة سمارت لليوم معنا نتالي عواد، رح نحكي عن التغذية والمتممات الغذائية، هالموضوع اللي كثير شائع اللي كثير اساسي اللي كثير الناس بيسألوا عنه. بونجور نتالي. بيقولوا الجسم السليم بالعقل السليم، كرمال تكون صحتنا منيحة لازم نتغذى منيح، الجسم يتغذى منيح، العقل يتغذى منيح، فنحن كثير اوقات بنلجأ لهالمتممات كرمال نحافظ على صحتنا. قد منيح انه نلتجئ لها عشوائيا او من دون استشاره اختصاصي، وقد ايه وشو هن المتممات يلي نحن فينا ناخذها من دون ما نلجا لحدا اختصاصي؟ يعني انت بتعرفي هلا اكثر شيء مع الكورونا كل الناس ركضت تاخذ سبلمنتيشن فيتامين سي فيتامين دي زنك للاميونيتي وكل هولي، بس مثل ما قلت بحلقات سابقه انه اهم شيء ناخذ استشاره من طبيب او من دايتشن تنقدر نعرف ناخذ هودي المتممات. ليش؟ لانه في كثير متممات غذائيه يعني سبلمنتيشن اذا اخذناهم بدوزات معينه عاليه بنسميهم سوبرا لوجيكال دوزز بياثروا على الصحه بطريقه غير جيده، اي بطريقه سلبيه بتتعاكس الجود افكت بيصير باد افكت بيصير نيجاتيف افكت. ليش؟ عندك فيتامينات مثلا مثل الاي دي اي كي، هلا الكي اخف لانه الجسم اكثر بيطلعهم لبرا، بس الاي دي اي هن بنسميهم فات سوليوبل فيتامينز، اي هن جسمنا بيخزنهم بالفات سيلز بالليفر مثلا، سو انا كل ما اخذ اكثر سبلمنتس كل ما جسمي يخزن منهم، وبس يعلى عن الدوز الريكوايرد اي الدوز اللي انا جسمي بحاجه له بياثر بطريقه سلبيه على الجسم، فانا ما فيني اخذ سبلمنتيشن هيك بطريقه عشوائيه، خاصه هودي الفيتامينز. وفي كمان مينرالز مثلا اكيد حديد مثلا ايرون، بيجي العالم بيقول لك مثلا انا تعبان لازم اخذ حديد، لا ستوب ما فيك، يعني ما فينا نحن نفهم اشارات اللي عم يعطينا اياها جسمنا، يعني ضروري صحيح. نعمل فحص 100% فحص دم وفحوصات غير كثيره. يعني انا مثلا اذا انا حاسه بفتيق اكيد يعني انا يمكن عندي نقص مينرالز عندي نقص فيتامينز، بس مش يعني هذا السبب الوحيد، في كثير اسباب صحيه. انت بتعرفي الصحه كثير معقده ما فيك دغري، من هيك نحن نطلب فحوصات قبل، خاصه ايرون زنك كوبر، يعني هودي اللي بنسميهم نحن التريس مينرالز اللي هن المينرالز اللي هن كثير خطر انك تاخذيه بلا استشاره، لانه اذا علي عن الدوز المطلوب بالجسم بيقدر يتراكم بمحلات كثير مؤذيه، القلب الكبد الدماغ، فاخطر من ما العالم يعني بتفكر. هالاشياء الايجابيه اللي نحن بحاجه لها بجسمنا كثير معقول تكون عم بتضر لنا صحتنا. صح 100%، وإذا بتاخذي كمان مثلا كثير ايرون الكوبر بيوتا بجسمك هو كثير يعني الفيزيولوجي تبع الجسم تركيبة الجسم كثير معقد، يعني أنت بالميتابوليزم تبع حيالة فيتامين بجسمك، مثلا اعتبري فيتامين بي 9 وفيتامين بي 12، بدك بي 2 بدك بي 3 بدك كذا، يعني كله بفوت ببعضه بالميتابوليزم، فنحن بدنا ننتبه كثير منيح بس نعطي سبلمنتيشن، أي سبلمنتيشن شو الدوزاج وشو الكيس؟ واي سبلمنتيشن كمان بيمشوا مع بعضهم، يعني في اشياء مثلا اوقات بناخذ نوعين صحيح. متممات صح. بيكونوا هن بيتناقضوا مع بعضهم او الواحد بيلغي مفعول الثاني. صح، وما تنسي كمان بنسميه نحن الدراج انتر اكشن، يعني انا اذا عم باخذ دواء ما في اخذ سيرتن فيتامين، ما في اخذ فيتامين او مينرال معين، كثير بياثروا على بعض، اذا انا معي كوليسترول، سكري، ضغط، كل هولي، ما في اجي اخذ هيك شيء سبلمنت حيلا، يعني في كثير بيتناقضوا مع بعض. طب ايهم اللي بيتناقضوا مع بعض؟ مثلا نحن بنسمع انه الحديد بيلغي مفعول الكالسيوم، مثلا اذا حدا عم ياخذ حديد ما لازم يكون عم ياخذ كالسيوم او عم ياكل مشتقات الحليب بنفس الوقت، هل هالشيء صحيح او شائع؟ ليكي ديبيندينج اون افري كيس، يعني حسب اذا الشخص عنده اوستيوبوروز، اذا عنده ترقق بالعظم، اوستيوبوروسس ترقق بالعظم، جسمه عم كل شيء ترقق بالعظم الجسم بيعلي الكالسيوم بالدم، فهي كيس باي كيس، من هيك برجع بقول اهم شيء الاستشاره، اهم شيء تستشيري الطبيب والدايتشن مع بعض تنشوف شو الكا شو عم ياخذ ادويه، شو فحوصات دمه، ساعتها بنقدر نعرف شو المتممات الغذائيه المعينه والصحيحه اللي لازم ياخذها. طيب اوقات يعني هالمتممات اللي عم ناخذها عم بتكون يعني عم بتكون زياده مثل ما حكينا بالاول صح. زياده عن حدها، شو يعني كيف نحن بنعرف انه صرنا متخطين الحدود بهالمتممات؟ اول شيء بنبلش بفحص الدم كل شيء، يعني كل شخص هلا المشاهدين اللي عم بيتابعونا اذا هن عم بفكروا طيب انا كشخص سليم
او انا شخص عندي هيدا الكيس، كيف بعرف انا شو لازم اخذ؟ وين وكيف وليش وكل هالاخبار؟ اول شيء بنصحهم يبلشوا بفحص دم. هيدا اهم شيء. بتاخذوا فحص الدم وبتروحوا عند طبيب ودايتشن وبتشوفوا اول شيء شو هن الديفيشنسيز بنسميهم، اي النقص. بتشوفوا بيكون هو بالفحص الدم محطوط شو هو الرينج او المعدل الطبيعي لهيدا الفيتامين، وعلى هيدا الاساس بنشوف شو بدنا ناخذ سبلمنت. طب دغري بنلتجئ على السبلمنتس ولا في الغذاء كمان؟ ما هيدا اللي بدنا نوصل له 100%. اول شيء اذا الشخص ما عم بياكل كفايه من الاكل بدنا نظبط له اكله. بعدين اذا شخص عم ياكل كفايه وبعد في نقص، وخاصه بفيتامينات كثير اساسيه B9 وB12 اللي هن كثير اساسيين، العالم دائما بتركز فيتامين دي ايرون، فيتامين دي والحديد، في كثير مثلا B9 وB12 كثير اساسيين العالم ما بتعرفها. العالم اذا بدك مش الطب مش كثير مسلط الضوء عليها، بس هو كثير كثير اساسيين البي 9 وB12 لانه خاصهم بكل شيء. وين موجودين؟ باي ماكولات موجودين؟ بي 9 وB12 اول شيء B12 موجود بكل شيء خاصه الانيمال برودكتس، اي المشتقات اللي جايه من الحيوان. من هيك كل شخص فيجيتيريان ما بياكل مشتقات الحيوان، كل شيء اكل لحمه، دجاج، سمك، البياض، بنعطيه فيتامين B12 سبلمنتيشن شو ما كانت الكيس. شو ما كانت، لانه B12 مش موجود الا بهالاكل بس. B9 موجود بكل شيء جرين ليفي فيجيتابلز بنسميهم، يعني كل شيء الخضره الاخضر 100%. B9 وB12 بيجوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض بالجسم، وكل شيء خصهم بالريد بلاد سيلز اي خلايا الدم، وكل شيء نيورولوجيكال يعني كل شيء خصه بالاعصاب. اذا هول كانوا ناقصين بتسبب بخلل، خلل اول شيء بتعمل شيء اسمه ميجالوبلاستيك انيميا، اي هو نوع من فقر دم، نوع من فقر دم بيصيروا ريد بلاد سيلز كثير كبار بنسميهم ميجالوبلاستيك، وكمان بيسبب كل شيء خلل بالجهاز العصبي. طب كيف بنقرا علامات هالخلل على جسمنا قبل ما نروح نعمل فحوصات؟ تنروح نعمل فحوصات كيف بدنا نعرف؟ ما اهم شيء انه يكون في فحوصات دم سنويه، بس في حال انت ما عم تعملي او في نوع من الاهمال، على انه بتعرفي نحن حياتنا صارت كثير معجوقه يعني اتس فيري بيزي، فبتبلشي تحسي ب خلل بالقصص اللي بتعمليها الحياتيه، يعني بتحسي مثلا برشفه، عم بقشط، يعني عم تحسي حالك عم بقشط طاقتك، تعبانه، فتيج. اول ريد فلاج هو الفتيج، اي التعب، انه انت نايمه منيح، اكل منيح، وعم تحسي بشيء بنسميه جسمك مكسر كل الوقت، تعبانه، ما عندك طاقه انك تقدري تعمل الامور الحياتيه الطبيعيه، انك تمشي، انك مثلا تروح على المطبخ، كل هول بنبلش بنقول لا في خلل، في شيء منه مزبوط. فهي السيستم اوف فيتامين اند مينرال بجسمنا كثير كومبلكس، معقد، لانه برجع بعيد كله فايت ببعضه، كل فيتامين بده كذا فيتامين ومينرال تيقدر يكون ميتابولايزد، صح، بيدعموا بعضه. بس احكي عن ميتابوليزم، ميتابولايزد يعني الجسم كيف يعني كيف بياخذ الفيتامين وكيف بيستعمله. عم نجرب نبسط قد ما فينا لانه هو اكثر تيرم ميديكال تيرمز، فعم نجرب قد ما فينا نبسط للمشاهدين تيقدروا يفهموا شو علينا. بس برجع كاختصار بقول اهم شيء اعمله فحص دم، فحص دم سنوي كثير اساسي، مش بس للفيتامينز، للمينرالز، للسكر وللضغط وللكوليسترول والتريجليسيريد. هلا في اشياء شائعه اوقات، يعني بقول لك مثلا انا بهالموسم الشتويه رشحت كثير، جربت كثير، رح اخذ فيتامين سي على صحة السلامة، أو مثلا هلا بس على الكورونا كل الناس صحيح. اللي انصابوا بالكوفيد بيقولوا يلا على صحة السلامة رح ناخذ حديد، رح ناخذ مالتي فيتامينز، قد ايه مضبوط هالشيء انه يلا ناخذ؟ هلا في فيتامينز اكيد او زنك حتى هلا كثير كمان زنك، صح، زنك هلا في كثير فيتامينز ايه بيعملوا بوست للاميونيتي، بس يكون للمناعة، بس يكون جسمك ناقصه مناعة، مش غلط، بس على صحة السلامة لا. يعني لانه بقول مثلا سمعنا انه الحكيم وصف لفلان انه ياخذ هدول الفيتامينز، بنروح بنشتري مثل نحن وبناخذ، كانه كل جسم يعني مش يعني كل جسم شيء، ما فيك انت تتبعي كل نظام غذائي شيء، صحيح،
وكل لايف ستايل شيء وكل شخص يعني هو كثير معقد، العمر كل شيء، انت عندك ميتابوليك، كل الميتابوليزم تبع جسمك، كل شخص انت مثلا الكالسيوم بس تاكلي انت كالسيوم، انت جسمك بيمتصه بطريقه، انا جسمي بطريقه ثانيه حسب البون يعني العظم، حسب كثير معقد احتياجات، سيستم كثير معقد. طب كمان في شغله انه مثلا عند الاولاد عند الاطفال، الاطفال نظامهم الغذائي منه مثل الكبار، في كثير اشياء ما بياكلوها، يعني بيوصلوا لعمر معين ليبلشوا ياكلوها، خصوصا الخضره الخضراء، الاشياء الهيدي الكثير متغذيه اللي نحن مثلا الكبار بياكلوها، الصغار ما كثير موجوده بنظامهم الغذائي وكثير سلكتيف بيكونوا. فالاهل عم يلتجوا كثير للفيتامينز خصوصي على الشتويه، يعني بعد الصيف على الخريف اول ما تبلش الشتويه بتلاقي هالامات عم يشتروا بهالفيتامينز وعم يعطوا على صحه السلامه الاولاد، الاولاد كيف بدنا نتصرف معهم بهذا الموضوع؟ هلا اهم شيء بنسميه ذا رايت وينينج، يعني بس الطفل يخلق عندك انت ال WHO ريكومندز من 6 ل 12 يعني مينيموم 6 شهور ماكسيموم سنه تقريبا سنه ونص البريست فيدنج، اي انه المراه ترضع للولد احسن وللمام كمان. بعدين نتبع سيستم معين انه نحن نفوت كل نوع اكل بكل شهر. ليه؟ مثلا انت عندك ما راح فوتك بتفاصيل، بس عندك مخزون لفيتامينز بالبيبي ببلشوا مثلا يخلصوا بدك تفوتيهم من الاكل شوي 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 شوي، بتبلشي تفوتي الحبوب وكل هولي، اخر شيء بتفوتي الدجاج والسمك تدريجيا تدريجيا، فما بينعطل هم، وكل شيء سبلمنتيشن البيدياتر بيتابع معه مع الدايتشن اكيد. طب عمر شوي اكبر بيكون الولد بلش يعرف، بلش يقدر ينقي شو بده ياكل، وبصير هون يعمل سلكشن، بصير يعذب وبصير يعني خلص يعني يلغي حصص من وجباته، كيف بدنا نعوض له اياهم؟ بنعوض له اياه هون بكومبلمنتري فود، يعني هون بيجي دور الدايتشن. انت مثلا ما بتحب اللحمه، ما بتتقبل اللحمه، بقدر وفيها فيتامين اي وبي 12 وكل هولي والحديد، طب انا في فوت لك الدجاج، في فوت لك السمك، اذا ما بتقدر تتقبل السمك في فوت لك غير نوع اوميجا 3 بالفلاكسيد كل هولي، اذا الولد ما بيتقبل انواع اكل في فوت له اياهم بطريقه هو ما يعرف، بس ريلاك في حط مثلا فلاكسيد بيساعد على الاوميجا 3، يعني هولي انت بالاكل كثير فلكسبل، كثير يعني في مرونه بالاكل، في كثير انواع اكل موجوده بكل انواع كل انواع فيتامينز موجوده بكل انواع الاكل، الا مثلا بي 12 ما في مجال، ما في مهرب، اذا ولد او مثلا تينيج جيرل هيدي كثير شائعه انه فيجيتيريان، تطلع الفيجيتيريانزم ما بياكلوا لا لحمه ولا دجاج ولا سمك ولا مشتقات الحليب، هون ستوب، هون مجبوره اعطيها فيتامين بي 12 أوكي. مجبوره اعطيها كالسيوم لانه مشتقات الحليب، الحليب، اللبن، التشيز، الجبنه، كل هول، فهيدا شيء كثير اساسي. وبرجع للنقطه اللي سالتينا عنها بالنسبه للايرون، الفيتامين سي، الفيتامين دي والزنك، بس تجربوا او ما نحكي عن الجريب، رح نحكي عن الكورونا، بس يصير في حاله كورونا مش غلط اكيد ناخذ، كانت بالريكومنديشن يعني انه الفيتامين سي والفيتامين دي كثير مهمه للاميونيتي، بس قصة الايرن بليز انتبهوا، ايرن اول شيء ما فينا ناخذه ايرن اي الحديد، ما فينا ناخذه كيف ما كان وشو ما كان، هيدي بدنا نعمل لها كات يعني وبدنا ننتبه، وكمان نكون عم نستشير على طول اختصاصي مثل ما قلنا. ميرسي ناتالي. مشاهدينا رح ناخذ وقفه ومن بعدها رح نكون مع فقراتنا، وبعد شوي عنا مارك بيروتي كمان بنيتشر رح يكون موضوعنا عن يوم المراه العالمي. مارك شو محضرنا اليوم؟ هاي لورا. هاي. بدنا نحكي اليوم عن النبتة يلي هي معي جبتها الميموزا، يلي هي نبتة اللي بترمز لهيدا النهار، رح نشوف ليه نقوها وكيف وهيك، ونسلم على كل النساء اللي بحياتنا اللي لو منهم ما فينا مشي. أكيد. لكن بنشوفك بعد شوي مارك بالموضوع يلي محضر لنا إياه، وقفة وبنرجع.